حابه تدي لمين اكتر الفتره الجايه؟ انت بتهيألي عملتي قاعده كويسه دلوقتي وعارفه ان بقى ليكي جمهور، ايه اللي يشبع جواكي اكتر، انك تكملي غنى شويه ولا انك تدي للناس برضو برامج جديده وحاجات؟ بصي انا اعتبريني شخصيه واخده يعني باخد كل يوم علبه فيتامين كامله. يعني انا من الناس اللي على طول عامله كده عارفه، يعني دايما بحب اشتغل كل حاجه. وعلى فكره انا حتى في البرامج بيبقى عندي حفلات، يعني ببقى عامله البرنامج انا يعني بهلك، لان في اوقات كتيره بيبقى عندي حفله مثلا في الخليج، انا بقى بافراح او حاجه كده، فباجي مثلا من الخليج ببقى مش نايمه واروح اصور واخلص عشان اروح مثلا اصور دعايه واصور الاخر. سو انا شخصيه ما بعرفش اعمل، فما بيأثرش معانا قد ايه لايه، بحب دايما ابقى نشيطه في كل مكان. الفتره الجايه دايما ما دام خلاص بقى ثبتتي رجلك في مصر والناس حبتك، دايما تدخلي بقى سينما، دراما، يعني فكره التمثيل عامه، وان انت تبقي نجمه افيشات، حاجات في دماغك الحكايه دي مع انك بتعملي كل حاجه ومش صعبه عليكي؟ بصي انا في دماغي طبعا الحكايه دي، ويمكن عاد يعني ناس كتير قوي من خلال الكليبات بتاعتي بتحس ان عندي التعبير الدرامي جيد، يعني حابه ده بس مش حابه الفرصه، انا مش حباها. وخاصه ان انا زي ما قبل كده سبقت قلت لك انا قدريه قوي في حياتي، يعني اوقات مثلا تيجي حاجه ابقى عايزاها وتقف ما بزعلش، بلاقي ان ده فعلا لخيري. ده اللي حصل معايا في التمثيل على فكره، يعني قدمت لي حاجات بطولات في مصر هنا حتى قبل الليله دي، وما كنتش كان يحصل حاجه يقف المشروع مثلا، ويحصل حاجه انا ما ينفعش اكمل في المشروع، وكنت ما بزعلش ان بعد ما بينزل عمله الحمد لله، يعني يمكن انا محتاجه حاجه اقوى، حاجه اظبط. فيعني انا بحس كل حاجه بتيجي في وقتها، يعني وانا محتاجه كمان في مصر بالذات اثبت نفسي اعلاميا اكتر.